ورجعنا لكم بالملف الرئيسي، والملف الرئيسي النهارده ملف اقتصادي، وضيفنا فيه ضيف مميز جدا وضيف مش عادي. ضيفنا النهارده الاستاذ الدكتور جوده عبد الخالق، خبير اقتصادي ووزير التموين الاسبق وعضو مجلس امناء الحوار الوطني حاليا، واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. منورنا يا فندم. اهلا بيكي. نورنا يا دكتور. اهلا بيكي وبالمشاهدين. استوديو نور. عندنا ليك اسئله كتير جدا. أنا جاهز. طيب، حضرتك قلت قبل كده في حوار أو في لقاء من لقاءاتك إنه اللي خلاك تنجح في حياتك وتكون شخص غير عادي إنك مريت بظروف غير عادية. طيب. إن أنت يعني طلعت من 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 مرحلة أو مستوى فقير جدا وغيرت مستواك بشكل كبير جدا، اجتهدت على نفسك. طيب. وحسيتك بتقارن بين اللي حصل معاك وبين اللي بيحصل مع شباب تانيين كتير. لو حضرتك حسنت من نفسك بالشكل ده، ايه اللي احنا المفروض نعمله عشان اقتصادنا يتحسن؟ طبعا يعني بالنسبه لحياتي انا كنت يعني تقريبا صاحب قرار فيها كويس، لكن بالنسبه للاقتصاد انا مش صاحب قرار. ومع ذلك حاليا يعني انا ما بتابع المشهد وبحلل وراقب وبنصح وبنتقد في نفس الوقت. ايه اللي المفروض نعمله عشان اقتصادنا يتحسن؟ ده سؤال مهم جدا. نمرة واحد، في ابعاد اقتصادية للاجابة على السؤال دي، خليها في الاخر. تمام. اجيلها يعني. تمام. هجاوب اجابة مجازة عشان الوقت. وفي ابعاد سياسية وفي ابعاد ثقافية انا بسميها. كويس. هبدأ بالاخير اللي هو الابعاد الثقافية. الابعاد الثقافية مهمة ليه بقى؟ لانه هناك ما يسمى منظومة القيم اللي بيتشبع بها أفراد أي جماعة، ومنها المجتمع المصري، بمعنى ما هو الصح وما هو الغلط، ما هو الحلال والحرام، ما يجب أن يكون وما لا يجوز أن يكون. في النهاية بتحكم السلوكيات بتاع الأفراد بعيدا عن أي نظام للرقابة، إنما بالرقابة الذاتية اللي هي فكرة الضمير والانتماء الوطني. ودي المشكلة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. ثقافيا مشكلة كبيرة جدا. بس الناس هنا هتفكر تقول طب مال ده ومال الاقتصاد؟ انا لو عندي ضمير مثلا، بدل ما ادخل محاضرتي في كلية الاقتصاد بعد ميعاد المحاضرة بنص ساعة، هدخل بالثانية على ميعاد المحاضرة، صح؟ معنى كده ايه؟ انه يعني الفايدة اللي تعود على الطلبة هتبقى اكبر بالتأكيد، صح؟ وانه لما ادخل محاضرة وانا معد نفسي اعداد جيد، رغم طول مده التدريس انا راجل مخضر بقالي بتاع نص قرن بدرس، يبقى في هذه الحاله ايضا المنتج النهائي لو الطالب اللي ياخد درجه علميه هيبقى عنده مستوى اعلى، وبالتالي في اي موقع هيشغله في المجتمع هيبقى الاداء بتاعه احسن كتير. وقولي نفس الشيء عن كل مجال، الطب، الهندسه، الصيدله، حتى الفلاحة. الفلاح نفسه مهنته على فكرة، رغم ان احنا مش مقدرينها بالقدر الكافي، تقديري باعتباري فلاح سابق يعني في البداية، الا ان احنا ما نقدرش نستغنى عنه، ودي حاجة اساسية. مظبوط. ويمكن لو كانت الزراعة قايمة على رجليها اكتر من كده كان في اوضاع كتير اتحسنت. انا قلت كده وقلت ان الزراعة دي طبعا هي دعامة لاي تقدم في المجتمع لاسباب كتير. طبعا. اذا منظومة القيم، وهنا طبعا احنا بنتكلم على المجتمع المصري، مجتمع متدين سواء حديث عن اقباط او عن مسلمين او يهود لمن بقي من اليهود في مصر، مجتمع متدين من قديم الازل. ولكن التركيز حاليا في موضوع التدين على الجانب الطقوسي الشكلي، اما الجانب الخاص بالمعاملات والالتزام بأداء الواجب مش موجود، وبالتالي يعني اهتموا بالمظهر وسابوا الجوهر. مظبوط. يعني المهم ابقى لابسه الحجاب او ماشيه شكلي كويس، صح، ولكن مش مهم ان انا اتقي ربنا في شغلي او في بيتي او في اولادي او اغتاب الناس وهي مش موجود الى اخر الكلام. تمام. تمام تمام. دي نقطه مهمه جدا، لذلك انا بقول احنا بحاجه الى ثوره ثقافيه كاساس لتحسين الاداء الاقتصادي. ده الشق الاول. طب الشق الثاني السياسه، لانه الاقتصاد يدور بالسياسه لو مبني على قرارات سياسيه. تتكلم على الضرائب ده قرار سياسي، تتكلم على الجمارك قرار سياسي، على المشروعات في الاستثمار قرار سياسي في النهايه. ما ينفق على الصحه والتعليم والى اخره قرار سياسي. وبالتالي انا بقول وقلت وهقول النهارده احنا عندنا مشكله كبيره
في نظامنا السياسي، لأنه لا يتيح القدر الكافي من الرقابة المتابعة لمن يتخذ القرار. ويمكن ده السبب أنه أنا كنت من المتحمسين جدا لتحمل مسؤولية الدخول في الحوار الوطني، باعتبار أنه المحور السياسي محور مهم للغاية. نيجي بقى للشق الثالث والأخير اللي هو الاقتصادي. عشان أصلح الحالة الاقتصادية بتاعتي أنا محتاج إدارة بفكر اقتصادي. بلدنا الاقتصاد بتاعنا بيدار إما بفكر المهندسين أو بفكر السماسرة، معلش أنا مش بعيب في حد لكن بقول الموضوع كما أراه، ويغيب عنه تقريبا تماما الفكر الاقتصادي. مثلا لما أدخل في مجموعة مشروعات كبيرة على جبهة واسعة جدا من الاقتصاد، هل الاقتصاد حمل كل هذه المشروعات؟ ده محتاج لحساب اقتصادي. حساب اقتصادي يقول لي تكلفة المشروع ده كم؟ هيدخل من وراء قد ايه؟ هيفيد القطاعات الاخرى والناس بهذا الشكل. فهذا الحساب اللي هو الحساب الاقتصادي والادارة الاقتصادية. مثلا ما حدث بالنسبة لسعر صرف الجنيه وبالنسبة لتغيير معاملة الواردات من الاعتماد على ما يسمى مستندات التحصيل الى الاعتماد على الاعتماد في المستندات دون اعداد العده لذلك، عمل مشكله كبيره جدا وعمل نوع من الخنق الاقتصادي للكثير من المشروعات. فاذا باختصار، كان ليك راي في موضوع الجنيه وسعر الصرف للجنيه؟ مظبوط. كان ايه رايك فيه؟ انا رايي كان انبه الناس، واحنا بنتكلم عن المصريين، الهويه الوطنيه في رايي تعلو على كل شيء. ودايما بقول انه في المجال الاقتصادي العمله اللي هي الجنيه في حالتنا هي المعادل للعلم في المجال السياسي. شوف رمزيه العلم قد ايه بالنسبه للسياده الوطنيه، وقد ايه فرحنا لما رفعنا العلم رطابه بعد كفاح طويل وقبليها على العريش. فتعريض الجنيه لما يتعرض له الان من خلال سوء الإدارة بالدرجة الأولى، أنا أقول الكلام ده مستعد أناقش فيه أي واحد، بالنسبة لي خطأ كبير جدا يمكن أن نتجنبه وأن نتحاشاه، وقدمت اقتراحات متعددة ممكن نبقى نتكلم فيه. حضرتك